مو طايق يسمع مني كلمة، بعدين حكي ما عم يجيب معه نتيجة. بسيطة يا مو، أنا هلا بحكي معه. تصطفل أمي، أنا والله تعبت، طول عمري عايشة معه هيك، المشاكل بتبدأ من عنده. طولي بالك، طولي بالك يا مو، أنا رايح شوف. شو بدك أنت التاني؟ بدي أحكي معك كلمتين يا أبي. مشان شو؟ مشاننا. شو بكن انتو؟ شو ناقصكو؟ شو مشان خالتي الفات؟ شو بقى هي التانية؟ يعني انه صلى جمعة ببيت اهلها. ايوه، وحضرت جنابك شو حشرك؟ كيف يا ابي؟ هي خالتي مرت ابي. اسمها خالتك مرت ابوك، يعني مين مسؤول عنها؟ ابوك. امك عم تحشي لك براسك هالحكي ما؟ امي ما دخلها، ما لها علاقه. لك عم بتروح بتقلها انه ما لها علاقه، لا هي ولا انت ولا حدا يتدخل بشي نهائيا. طيب يا ابي بركه حدا سالني عنها شو بدي اقول له؟ مين رح يسالها؟ يعني اهلها مثلا. لا تخاف، اهلها بيعرفوا بالاصول، وقت بدهم يسالوا عن شي بيجوا بيسالوني انا، لانه انا جوزها، فما؟ اذا انت شايف هيك الاصول فمثل ما بدك. درمل من خلقتي. أمرك يا أبي. يعلمني إياك ونشي لفة. نشفتوا ريقي يا أولاد الكلب. لوين رايح؟ مو قلتي لي كون رجال واتصرف لحالي؟ ليكني رايح اتصرف. أصلاً من شان الله دير بالك، من غير شي سوفتنا حمرة بالشام. لا تاكلي هم اختي، لا تاكلي هم، من هون ورايح كل شي رح اعمله بده يبيض صفحتنا بالشام كلها. اختي هي غالي عليكي شوي، هي بتقضي غراض وسعرها أرخص. طب رفعي عن وشك مشان تشوفي اللون. لك أختي شوفي لي الخامة. قديش المتر هي حجي؟ بلاش. لا قصدي يعني خلاص بنعمل لك سكر. سكرة هذا حلو كتير على القلطو، ها ببيض لك وشك قدام ضيوفي. شوفي لونه ما احلاه يا بي. تكي وراجع. وين رايح؟ مو شايف عندنا زباين يا بي؟ ما بطول. لا حول الله. شو قلت حجي؟ خلاص لعيونك، رح نعتبرهم من العب للجيبة. كم مدرعة بدك؟ حط لي ثلاثة بكفوا. ولي على قلبي ان شاء الله ما خربط بقياس. سعيد اسمعني. نعم تفضل. والله العظيم، والله العظيم ما بعرف شيء عن شغل ابي ولا لي علاقه فيه. يمني من ابوك انت يا رجال، كنت كفو مع اختي؟ عرفت تعزها وتحفظ كرامتها وتصونها؟ لك أخي أنا غلطت وما اعترف بغلطي. بعد شو؟ سعيد أنا رجال وعم بحكي معك كلام رجال، أعطيني فرصة وخليني شوفها. لك يا أخي إذا كنت عم تحاسبني على أخطائي معها فأنا بعترف لك وباصم لك بالعشرة، الغلط راكبني من راسي لأساسي. وإذا عم تحاسبني عن عمايل أبي فوالله العظيم ما بعرف عنها شي، ولو كنت بعرف ما برضى. حسبي الله ونعم الوكيل. لك سعيد زبيدة مو مرتي وعلى زمتي. يا أخي اسمح لي شوفها وخليها هي تقرر. ماشي، لنفرض أنه سألناها ورضيت، شو اللي بيضمن لي أنك ما ترجع تأهرمها مثل أول؟ أخي حط الضمان اللي بدك يا أصلاً. أنت لازم تعرف كتير منيح
إنه أنت شيء وأبوك شيء تاني. فهمت علي؟ فهمت.